سقطة رئاسية لفرنجي قد تطيح إمكانية وصوله للرئاسة، تراجع سني عن دعمه، وهذا موقف جنبلاط. لفتت صحيفة اللواء إلى سقطة وقع فيها رئيس تيار المردة سليمان فرنجي خلال مقابلته الأخيرة عبر شاشة الجديد، قلصت تأييد عدد من النواب السنة الذين كانوا يرغبون بانتخابه للرئاسة، وأثارت حفيظة القيادات السنية. فحديث فرنجي المرتبط بتأييده وجود ثلث معطل في أول حكومات العهد إذا انتخب رئيسا للجمهورية ورؤيته لكيفية المداورة بتوزيع الحقائب دل وفق الصحيفة على أن تصوراته لا تبشر بتغييرات واعدة في الأداء السياسي وإدارة السلطة. هل بتطالب بحصة رئيس الجمهورية بالوزراء داخل الحكومة؟ أنا بقول أنه بقول أنا ما بشوف حصة لرئيس الجمهورية، هذا يعني بالمبدأ، بس بذات الوقت بشوف رئيس الجمهورية عنده حصة بالثلاثين وزير أو بالأربع وعشرين بكل وزير. كيف؟ يعني أنا بقول طالما أنا معي هالأمضة بدك تطرح علي حكومة، أي رئيس حكومة بده يجي يطرح علي حكومة، أنا كل وزير بدي ناقش فيه، ما حدا قاله معي. يعني ما بتجيب ولا أي وزير يكون أنا ما بقول ما بدي أجيب، بطرح عليك اسم عجبك يمكن تمشي فيه، بتطرح علي اسم عجبني يمكن أمشي فيه، هذا حوار بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بيقعدوا بيتفقوا أولا على شكلها، ثاني شيء على توازناتها، ثالث شيء على الحقائب، رابع شيء على الأسامة، صح؟ أنا عندي حق ناقش بكله. الاعتراض الصني على فرنجي ترافق وتروي من رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالتعبير عن موقفه الحاسم، رغم تأكيد صحيفة الديار على أن زعيم المختار استبق جولة السفير السعودي وليد البخاري الأخيرة بموقف جديد عنوانه التبني العربي للمرشح الرئاسي، موضحة أن جنبلاط قرأ بموقف البخاري الأخير موقفا مشابها لموقف السعودية في العام 2016، وهو ما لن يجعله يغير من طريقة تفكيره الرئاسية التي تقوم على ضرورة التوافق على اسم الرئيس قبل انتخابه. من هنا أبلغ جنبلاط بحسب الصحيفة عينها رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذه المقاربة خلال زيارته الأخيرة إلى عين التينة، وسمع كلاما واضحا من بري بأن ليس المطلوب إيصال فرنجي بمعزل عن الدعم العربي الذي لبنان بأمس الحاجة إليه. كلنا بنعرف نحن والرئيس بري بعتقد عنا من العقلانية السياسية اثنيناتنا ومن الواقعية السياسية، لأنه بنعرف أنه الأمر مش نحن شو بنقرر ونحن شو بنفكر، في معطى محلي وغير محلي، سواء بترشيح الوزير سليمان فرنجي أو بغيره، في معطى عربي وفي معطى محلي يجب النظر إليه. المعطى العربي اللي أنت بتعرف أنه نحن كما قلت نحتاج إلى رئيس يعيد لبنان إلى موقعه العربي. بالمعطى الداخلي بدون ما يكون في تسليم بفيتوات لحدا من القوى السياسية، بعتقد أنه كمان لازم كل القوى السياسية تحديداً القوى السياسية المسيحية يكون رأيها مسموع باستحقاق الرئاسية. هذه المواقف من فرنجي تتزامن وعودة سوريا إلى الجامعة العربية وانعكاساتها على الملف الرئاسي اللبناني، إذ يخشى مقاربون بحسب موقع أخبار اليوم من أن يصدق العرب الضمانات الوهمية التي يسوقها فرنجي، فيكون انتخابه بمباركة خليجية عربية الهدية العربية الكبرى للأسد، خصوصا بعد تعويم الأخير في دمشق من جهة، وأعلن السعودية أنها لا تضع فيتو على أي مرشح من جهة أخرى وفق الصحيفة. برأيك التسوية التي يحكى عنها رح تقدنا بالآخر إلى انتخاب توافق على اسم سليمان فرنجي، ولا لا ممكن نشوف مرشح جديد في الصورة يستطيع أن يحصل على توافق كل الأفرقاء السياسيين؟ لا مرشح لدينا حتى الساعة إلا سليمان فرنجي، ما في. هلا في سليمان فرنجي، بلان بي ما في، حكي ببلان بي ما في، سليمان فرنجي. وهل وانا نصيحتي يا جماعه، علمتنا التجارب، وانتم اكثر حدا لازم تعرفوا من التجارب، بس يمشي قطار التسويه ركبوا بهالقطار لان لا يستطيع ان يعرقل احد مساره. واعلان السعوديه انها لا تضع فيتو على اي مرشح من جهه اخرى بحسب الموقع. كل ذلك يأتي في وقت تسعى قوى المعارضة للتوافق على مرشح واحد يطيح بإمكانية وصول فرنجي إلى الرئاسة. فهل نرى تطورات في الأيام المقبلة على هذا الصعيد؟